بالظبط. السلام عليكم كلكم أخواتي العزيزات والإخوان الأعزاء. أنا بغيت باسم إخواني اللي جاوا من المكتب السياسي أنا بغيت نقول لكم في كلمة مقتضبة. أولا إحنا جينا عندكم ضيوف، ويا ربي ما نكونوش ضيوف تكال عليكم. الله حشا حشا. وثانيا نقول لكم ما تسجلوش علينا بأننا جينا في إطار حملة انتخابية سابقة لأولها. إحنا ما جيناش في إطار حملة انتخابية سابقة لأولها. غير ملي غتبدا الحملة الانتخابية غادي نجيو عندكم وغادي نقول لكم فاش غتفكروا وغادي نوضحوا لكم شنو هو البرنامج ديالنا وشنو هي الرؤية ديالنا. حنا جينا عندكم في إطار لقاء تواصلي، ولا لاحظتوا بأن اللقاءات هذا اللقاء التواصلي الكريم اللي كيجمعنا اليوم هو جزء من واحد البرنامج ديال اللقاءات التواصلية تعود حزب الأسرة والمعاصرة نهار اللي جا الساحة السياسية الوطنية تعود ينقلها على طول على طول البلاد. ولذلك ما بغيناش يتسجل بأن المكتب السياسي الحاضر معكم بقوة اليوم جاء عندكم في إطار حملة انتخابية سابقة لأولها، لأنه مع الأسف وحنا كنتبعوا التحركات ديال بعض الناس اللي كيسمح لهم الضمير ديالهم يحولوا النقاءات الى شي حاجه اللي كتخلط فيها حمله انتخابيه مع تحامل انتخابي، وهذا لا نرضاه لانفسنا. لذلك اخوات والاخوه الاعزاء انا بغيت من الواجب نشكركم شكرا بزاف، وشكرا لكم شكرا لكم على هذا الحضور القوي والمكثف. وإذا كان يمكنني نقولها لكم ألف مرة شكرا، شكرا على هذا الحضور وعلى هذا الاحترام القوي. لذلك أنا بغيت نحييكم جميعا، وبغيت من خلالكم نوجه تحية تقدير لساكنة مدينة تازة، المدينة المناضلة المقاومة العصية على التركيع والإدلال. لقرينا التاريخ. وبغيت من خلالكم كذلك، وهذا واجب، نوجه تحية لكل الساكنة ديال إقليم تازة، ولكن هنايا من القبائل ديال تازة، القبيلة ديال برانس، وديال تسول، وديال غياطة، وبني وراي، وهوارة، وبزناية. وأنا بغيت نكشف لكم واحد السر ما تعرفوش، الاثنين يعرفوه. أنا الوالدة ديال الله رحمة الله رحمة الله راه خرجت إلى دار البقاء من بزناية. ويا المفارقة، أنا نعترف لكم بأنه يمكن عاد اليوم، عاد اليوم فهمت مزيان السي كريم الهمس اللي كان كيتكلم بديك الفرقة وديك الحرارة، لأنه وقتاش جا البرلمان هو والحاج همس تازة تازة ساكنة تازة تازة كريم تازة، أنا عاد فهمت واحد المفارقة. يا المفارقة، كاين شعور واحد بحال تازة اللي كيقول تازة ماشي نديرها، إقليم تشكو وتستغيث وتشعر بالحقرة وبالتهميش وبالإقصاء. أنا نقول لكم أخوتي رفعوا راسكم عاليا، رفعوا وبغيت من الاجيال اللي في السن ديالي ولا اللي في كبار شويه على السن ديالي المثقفين والمتعلمين اللي فاهمين التاريخ التازي قريو وليداتنا من الشباب اللي حاضرين، لان هذه المدينه هذه اللي قلت ما كنت كنوزن الكلمه ديالي اللي قلت العصيه على الادلال والتركيع، كانت وحده من اقدم المدن المغربيه اللي ماشي فقط لعبت الدور على مدى تاريخ ممتد وعريق من تاريخ الأمة المغربية في الدور ديال جسر التواصل والتفاعل بين الشرق والغرب، ولكن كانت واحدة من المدن
اللي خلات الرايه مالي. تكلم عليها ابن الطوطه في مشكلاته، وتكلم عليها ابن خلدون، وتكلم عليها علي بن الشتيت. وراه الاستاذ الشاعر تبقريب كان يريد ان يلفت انتباه لكم الى انه عندنا في تاريخنا في هذه المنطقه لعبات الثور كما قلت ماشي فقط انها بصمات وساهمت في صياغه الشخصيه المغربيه وتمغربت، ماشي فقط لعبات الثور ديال الجسر ديال التواصل والتفاعل بين الشرق والغرب، ولكن لعبات الدور في قلب المقاومه اللي كانت القرطاس ديالها يلعلع في جبال الريف ايام المقاومه تاع الشعب. ولدينا ما يدعونا الى الشعور بالافتخار، ويمكن الشعور بالزهو الدوم الدور اللي لعبوه الاجداد ديالنا والاباء ديالنا في الابقاء على رايه المغرب في الوقت اللي كانوا عدد من الخونه وعدد من الانتهازيين كسفتوا الابناء ديالهم يتعلموا في المدارس والجامعات ديال فرنسا وديال كندا وديال امريكا، كانوا ابناء هذه المنطقه يدافعون عن شرف الامه وعن شرف الوطن وعن كرامه المغاربه وعن كرم وسياده واستقلال وشخصيه المغرب كله. ما عمر تزت الشرعيه انها لعبت دور اماني. انا فاهم يا اخواني لانه هذه الحكره والتهميش اللي كتكلموا عليه وهذا الاحساس بالاذلال وبالحكره وبالاقصاء انا فاهمه مزيان وعشتوه، لان انا ولد واحد المنطقه رايح حداكم هنا، عرفنا ما معنى الاذلال وما معنى الشعور بالحكره وما معنى الاقصاء والتهميش، لانه حتى احنا عانينا من هذا الشيء. اكثر من ذلك حتى احنا كانوا كيقولوا واحد الوقت ولاد اسبانيول وعارفين هذا الإدلال، عارفين معنى هذه الحضرة، وعارف بأنه كاين مازال تنقراها في الوجوه ديال واحد عدد الشباب اللي كنسلم عليهم واللي كنشوف فيهم، عارف بأنه كاين واحد الجرح، كاين واحد الجرح مازال ما تداواش في هذه المنطقة، ماشي فقط لأن الأحداث الأليمة اللي عشتوها وعشناها معكم في فبراير 2012، أحداث ديال الكوشة اللي تكلموا عليها الإخوان خلفت جروح، ولكن كاين جروح لم تندمم على مدات طويلة من الزمن، لأن المعطيات اليوم وهذه تكلم عليها الأخ كريم والإخوان كاملين بالتفصيل وما نتقلش عليكم، المعطيات اللي موجودة كاملة كتأكد بأن هذا الإقليم كيسجل أدنى المؤشرات ديال التنمية البشرية، ويكفيكم تعرفوا وهذه درنا فيها معركة قوية في البرلمان بالامس القريب لما كنا بصدد مناقشه